عندما نسمع أغنية ميحانة ميحانة يحضر في بالنا صوت بلبل العراق ناظم الغزالي الذي أوصل هذه الأغنية الشعبية العراقية إلى العالم العربي كله. تقول حكايتها: كان هناك صديقتان ميحانة ووشلة تذهبان إلى ضفة نهر الفرات لغسل الأواني أو للتنزه، وفي الوقت نفسه كان يمر مركب لنقل البضائع يقوده شاب اسمه عبد الله، يلقي الشعر ويغني ويطرب الجالسين على ضفاف النهر. على مدى الأيام نشأت قصة حب بين وشلة وعبد الله من دون أن يتحدثا، وهو كان يبادرها نظرات حب حذرة من الأعراف والتقاليد. ميحانة نصحت صديقتها وشلة بأن تصارح حبيبها، لكن ذلك لم يحدث. وفي أحد الأيام مر المركب من دون صوت عبد الله الذي تبين أنه توفي بحادث. وشلة نظرت إلى المركب بحزن وخاطبت صديقتها: ميحانة 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 وغابت شمس للحلو ما جانا وغابت شمس للحلو ما جانا. هذه الأغنية التراثية وغيرها مثل طلع من بيت أبوها وموال عيرتني بالشيبي من المقامات العراقية التي نجح الغزالي بإيصالها إلى كل الناس وبتجديدها بأدائه القوي وإحساسه الأصيل الذي يعبر عن معرفة موسيقية عميقة. سفير الأغنية العراقية ولد في بغداد في العام 1921 وتربى يتيم الأب لأم ضريرة. برغم موهبته عرقلت الظروف المادية دراسته في معهد الفنون الجميلة، واضطر إلى العمل مراقبا في مشروع الطحين، ولاحقا استكمل دراسته في المعهد وتخرج فيه. عمل مع فرق الموشحات وبعدها انضم إلى المسرح قبل أن يصدر أغانيه. أبدع في تقديم المواويل ولحن له كبار الملحنين العراقيين أمثال ناظم نعيم، جميل بشير، وبديع هوندا، وحق الشبلي، ولحن لنفسه الكثير من الأعمال أيضا. فوق النخل فوق يا بقى فوق النخل فوق مدري لامع خدك يا بقى مدري لامع طوب والله ما ريدا باليني ببلوى. غنى قصائد لشعراء كبار منهم أبي فراس الحمداني وأحمد شوقي وإيليا أبو ماضي، وحول القصائد إلى أغنية متداولة بين كل الناس. جدد في المقامات العراقية التقليدية وقدمها بطريقة خاصة به. هيا شيء في العيد أهدي إليك يا ملا. إضافة إلى الغناء والتلحين، كان الغزالي كاتباً وباحثاً وثق التاريخ الموسيقي لرموز فنية عراقية. توفي وعمره 42 عاماً وهو في أوج عطائه قبل أن يعاير بالشيبي، كما يغني في أحد مواويله الخالدة. غيرتني غيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار كان حالي يا